في كأس العالم هذه ثاني مشاركة لنا، سنكون متأهلين الوحيدين، نحن أبناء تيارت من إفريقيا ومن الجزائر. السلام عليكم. واضح معكم دكتور بلوات حكيم، طبيب عام متخرج من جامعة ليون بفرنسا، وقبلها بكلية وهران للطب. من بين منتوج تاع فريق الأمل اللي أنا مؤسسه في الروبوتيك الحسابي للذاكرة، معنا أحسن شاب لكل أوقات في الذاكرة جزائري، جاب لنا كؤوس في طوكيا، ربح الهروب والأتراك. يزيد يعرف نفسه والدهم. السلام عليكم. واضح اسمي وليد هني، عمري 18 سنة، من ولاية تيارت، طالب جامعي في الإعلام الآلي والرياضيات بالجزائر العاصمة. كنت تلميذ عادي منذ صغري حتى الآن، ذلك ربما أنه كنت شوية كسول، لكن هذا لا يعني أنه مستواي ضعيف ولا، يعني أي واحد لو كان يجتهد يقدر يوصل لمرحب. تحصلنا على عدة ألقاب وطنية عربية وعالمية، أهمها كانت بطولة تركيا المفتوحة في 2018، وين تحصلت على 3 كؤوس في 3 اختبارات، مرتبة أولى. الدكتور حكيم بالواد يعني يشارك معنا في البطولات، اللي هو خالي في صغره كان نابغة في الرياضيات، وكان هذا ربما كان حافز اللي خلاه يشارك في البطولات العالمية وتحصل على ألقاب. ومنذ صغره حتى الآن مازال عنده الشغف أنه يكون فريق وطني يوصل به للعالمية. البطولة تحتاج إلى تدريب، وأنا ندرب كل يوم. إن شاء الله نشرف الجزائر في كأس العالم التي تقام في بادربون في 15 جويلية إن شاء الله. ادعونا لأننا سنتنافس مع أبطال مشاركين معنا داخلين في كتاب غينيس الأرقام القياسية، وعلماء في الرياضيات ومؤلفي كتب رياضيات، ومن 4 قارات، من أمريكا، من اليابان وسويسرا وغيرها.